أكد رئيس مجلس الوزراء أن الصناديق الاستثماري في المعادن ومنها الذهب تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وإدخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع. جاء ذلك خلال استعراضه تقريراً أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب. وأشار مدبولي إلى أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات، ويأتي إطلاق هذه الصناديق في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، كما أن صندوق الاستثمار في الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى. على هامش فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل، أشارت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إلى أن أبرز المشروعات الناجحة في مجال التحول الرقمي التي تم تنفيذها مع فريق عمل أوروبا التي تتمثل في مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة بمنحة بقيمة 17.5 مليون يورو من الحكومة الألمانية. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي مارغريت فيستجر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم جهود الدولة التنموية. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن هناك زيادة ملحوظة في واردات مصر من دول البريكس بنسبة تقدر بحوالي 33% مقارنة بعام 2020. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مع رئيسة بنك التنمية الجديدة التابع لمنظمة بريكس ديلما روسيفا لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك على هامش فعاليات النسخة 17 من المنتدى المالي الآسيوي بهونغ كونغ. وأوضحت وزيرة التخطيط أن صادرات مصر إلى دول بريكس ارتفعت بنسبة 75% مقارنة بعام 2020، ومشيرة إلى أن مصر تمتلك 11,960 سهماً مشتركاً برأس مال مشترك بقيمة 1.196 مليون يورو تمثل 2.27% من رأس المال المشترك لبنك التنمية الجديد. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكي بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4% لتسجل 80 دولارا و95 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.21% لتسجل 76 دولارا للبرميل، وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.9% لتسجل 2.07 للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 27% لتسجل 2.06 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستينا ليغارد من أن التوتر في الشرق الأوسط واضطراب الملاحة في البحر الأحمر يمكن أن يؤدي ارتفاع معدلات التضخم مجددا. وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن المخاطر التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم تشمل ارتفاع منسوب التوترات الجيوسياسية خصوصا في الشرق الأوسط، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن في الأمد القريب وتعرقل التجارة العالمية. سجل الاقتصاد الأمريكي نموا تجاوز التوقعات في الأشهر الأخيرة من عام 2023، وأفادت وزارة التجارة بأن أكبر اقتصاد في العالم سجل معدلا سنويا للنمو بلغ 3.3% في الربع الأخير مدفوعا بسوق توظيف قوي وإنفاق المستهلكين. ورفع ذلك النمو على مدى العام بأكمله إلى 2.5% في تحسن عن عام 2022.